مرحبا عدد ما خططه الأقلام من حروفي وبعدد ما أزهر بالأرض زهور. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان الله عليما حكيما. جامعاتنا اللي هي في كلية الآداب الزاوية تحت عنوان التنمية المعرفية ودورها في تطوير الفكر المشترك. كل من أسهم في فكرة الحفاظ بهذا المؤتمر من بداية أمركم يعني بهذه الثقافة والتنمية المعرفية. بداية الوطن المقدر المشكلة لهذا المؤتمر لكلية الآداب على جهودها التي تبذلها سنوياً. فعاليات المؤتمر العلمي التالت لكلية الآداب جامعة الزاوية. قراءة وراء ظهوركم النجاح السياسية الليبية طبعاً موجودة في بلادنا لم تتداول الإعلام الرقمي بشكل دقيق. بثقافة الحوار والسلم المجتمعي لتحقيق المصالحة الاجتماعي في المدرسة. لو أنه هو اشتغل في المدى مهام على اللجان المختلفة معارضتكم وتعازركم وعلى تضافر. المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب له عدة أكثر له أكثر من سنة الإعداد، ولكن شاءت الظروف أن يتأجل أكثر من مرة، ولكن اليوم الحمد لله أو أنجزنا لتنفيذ هذا العمل اللي هو العنوان التنمية المعرفية ودورها في تطوير الفكر المجتمعي. نحن نعلم أن طبعا بالنسبة للموضوعات هذه كلها لها علاقة بالفكر الثقافي بالمواطنة بالمصالحة، كل الموضوعات تتعلق بكيف نديروا قيمة للإنسان بالذات الليبي، كيف يكون حريص على وطنه، الإخاء فيما بيننا، المساواة، يعني مجموعة مشاركات عندنا حوالي أكثر من 45 مشاركة. طبعا في بعض المشاركات للأسف حذفت لنا لم تكن من ضمن أهداف المؤتمر، ولكن تقريبا حوالي 45 أو 46 باحث عندنا مشارك من مختلف الجامعات الليبية، بداية من درنا إلى طبعا بنغازي إلى سبها إلى جامعة المرقب إلى جامعة طرابلس، جامعة غريان، جامعة صبراتة، جامعة نالوت الحقيقة، بالإضافة إلى جامعة الزاوية. فكم هائل من البحوث، وأيضا في عندنا مشاركات من جمهورية السودان وجمهورية تونس الأشقاء. برفع من مستوى جامعاتنا.